السلام عليكم. اليوم جرينا واحد المقابله حبيه فريق الوداد البيضاوي، كانت اننا انتهت النتيجه بالتعادل 0-0، تدخل في اطار الاستعدادات ديالنا للروتور ديال البطوله. قمنا بواحد المقابله جيده من الطرف ديالنا من طرف الوداد، لا سيما ان فريق الوداد البيضاوي كجرى المقابله بجميع العناصر التي نشاهدوها في الفريق الاول. كانت واحد المقابله جميله وكانت نديه بيناتنا، نتمنوا اننا نتعاوننا في ان شاء الله في المشوار ديالنا من نرجعوا للبطوله ان شاء الله. بالنسبه يعني الاستحقاقات يعني البطوله، واش الفريق هل اتم الاستعداد يعني الرجوع لنتائج ايجابيه؟ ان شاء الله كيف ما عرفتي حنايا واحد الفريق شاب هذا الموسم، هذا كان واحد التغيير الجيل ديال نسبه كبيره. نتمنوا اننا هذا الموسم هذا نديروا واحد النتيجه مزيانه اللي تفرح السكينه ديال مدينه برشيد، وان شاء الله نحققوا واحد المركز مزيان في البطوله ان شاء الله.